وننتقل إلى حضراتكم، بل ننقل إلى حضراتكم بثا مباشرا لعملية فرز أصوات الناخبين، وذلك بعد انتهاء عملية التصويت في الانتخابات النيابية والتشريعية 2018. أدلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أدلى بصوته في الانتخابات النيابية والبلدية وذلك في المقر الانتخابي بجامعة البحرين. وفي تصريح له بهذه المناسبة أكد سموه أن التجربة الديمقراطية البحرينية تزداد رسوخا ونضجا وعمقا مرحلة بعد أخرى، وهي تجربة يقودها بكل اقتدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الذي جعل مملكة البحرين في مصاف الدول الأكثر تقدما على المستوى الديمقراطي بفضل مضامين مشروع جلالته الإصلاحي وأهدافه الديمقراطية النبيلة. وبين سموه أن تجربة البحرين المتميزة في المجال الديمقراطي أصبحت نموذجا في تعزيز قيم الانتماء الوطني ورفع رايته عاليا، مشيرا سموه أن المشاركة السياسية التي تشهدها مملكة البحرين اليوم وإقبال الناخبين على الإدلاء بأصواتهم يؤكد التحرك الواعي والقناعة الراسخة لدى المواطنين بسلامة النهج الذي تخططه مملكة البحرين في جعل الشعب البحريني مشاركا حقيقيا في صناعة القرارات. وأعرب سموه عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة العليا للإشراف العام على الانتخابات من أجل الترتيب والإعداد لهذا العرس الديمقراطي وضمان سير العملية الانتخابية بالشكل السليم من كافة النواحي، كما أشاد سموه بجهود الكوادر البحرينية العاملة في المقار الانتخابية. طبعا في البداية أبارك لجلالة الملك على جودة ثمرة اللي زرعها جلالة الملك من النمو والتطور والحق الديمقراطي في البلد. أنا كمسؤول للشباب أفتخر حقيقة بالمشاركة الشبابية بالأرقام الكبيرة ولله الحمد. اليوم العين تشهد والأرقام إن شاء الله راح تشهد لنا، ولكن نحن متفائلين بهذا النجاح والإقبال الكبير اللي من الجميع ولله الحمد.